بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الكبير الشهوات الروحية، معناها إن أنا مشتاق أو مشتهي حاجة صح. أغلبنا في مرحلة بتشتاق وتشتهي حاجة تضرك، تشتهي أكل يجيب لك سكر، وتشتهي شهوة تضيعك من ربنا، تشتهي غنى تلاقيه فارغ، تشتهي مركز، ساعات تشتهي انتقام، كلها حاجات وحشة. دي اسمها الشهوات الجسدية. الشهوات الروحية تشتهي ما يشتهيه الروح. الروح القدس بيشتهي خلاص الناس. فامبارح اتكلمنا ان الانسان الروحاني ما فيش حاجة شغلاه في الدنيا قد ما الناس تعرف ربنا. تيجي على قبل اكله وشربه ولبسه وبيته وشغله وصحته، نفسه كل الدنيا تعرف ربنا. او شهوة النقاوة، نفسه يبقى قلبه نظيف، يشتهيها، تبقى شغلاه طول اليوم، نفسي قلبي ما يبقاش فيه فكرة وحش، اللي هي شهوة التوبة. ممكن شهوة السلام، نفسي أعيش في سلام زي المسيح كده، سلامي أترك لكم، شهوة مقدسة، شهوة روحية. تعالوا ناخد شهوة اسمها شهوة العطاء. كلكم بدون استثناء عندكم درجة من درجات العطاء، لأنه المسيح لو المجد هنسمع خلاص الحد اللي بعد الجاي كده، حد الرفاع، المسيح وهو بيوصينا على الصوم والصلاة والصدقة. ثلاثة صاد دايما نقولهم، الصوم قبل ما نبتدي، أو أول آخر حد رفاع. وبيقول لنا في الثلاثة قدموها لي أنا أبوكم، بلاش تعملوها بنية الناس تتفرج وتسقف، خليها لي أنا بيني وبينكم دي، عشان يعالج المظهرية اللي أصابت اليهود. بس هو مأكد أن الصوم والصلاة والصدقة حاجة مهمة جدا، والتلاتة يبتدوا ملهمش آخر. يعني صلي، صلي خمس دقايق بس ياريتك تصلي طول الوقت، صوم ساعة بس ياريتك تصوم جامد، تصدق بداية من العشور لكن ياريتك تعطي كل شيء. إذا كل بند من التلاتة يبدأ ومفتوح. على قد ما تحب ربنا وتحب الناس هتلاقي نفسك عليت صلاة، عليت صوم، عليت صدقة. الصدقة في معناها الأوسع هي كلمة العطاء، لأن الصدقة التصدق ممكن تبقى مرتبطة في ذهن الناس أكتر بقرش، لكن كلمة العطاء يمكن كلمة أوسع شوي. وزي ما المسيح اتكلم عن الصدقة اتكلم عن العطاء كتير، وقال مثلا أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. يعني على انت هتدي انا هديك بزياده قوي. ربنا يسوع مش عاوزنا بس ننفذ وسيط العطاء، لا، المسيح نفسه ان احنا كلنا يبقى العطاء فينا زي ما هو في شهوه. تصور انك عارف بتبتدي يومك نفسي ادي حاجه لحد، صحي على الصبح كده بتفكر بالطريقة دي، هدي ايه لمين؟ طول اليوم بيفكرك كده، هدي ايه لمين؟ هدي الفراش ده 5 جنيه، وهدي الست دي صباح الفل، وهدي الراجل ده مش عارف اسمع له كويس لانه تعبان، وهدي العيل ده طبطبة، وهدي هدي ايه لمين؟ ده تفكيرك طول الوقت. المسيح كان بيعمل كده، يقول يصنع خيرا، بيدلدق طول الوقت، ماشي المسيح طول الوقت يدلدق على تلاميذه، على العيال الصغيرة، على اليهود، على الفريسيين والكتبة اللي مطلعين عينيه، ماشي، بس كله حب. فالحب دايما معبر عنه بالعطاء. القلب العمران بيدلدق. فشهوة العطاء ده، انت لو قفلت على واحد عاوز يدي تبقى بتخنقه، ده هو فرحته هو بيدي، فرحته نفسنا بقى نوصل لكده، ان ما يبقاش العطاء بتقطع من جلدك يعني، ولا اتعودت تدفع العشور، لا، احنا عاوزين نكبر بقى، عاوزين نوصل انها شهوة ملحة، اشتياق داخلي، عاوز ادي اكتر، وتبقى فرحان قوي انك وصلت حاجة من عندك، طلعت حاجة، خلصت من هم على قلبك، ساعدت بيه ناس تاني. تعالوا نعيش بقى الفكرة دي بكذا جانب. أول آية هقول لكم من أمثال 11، النفس السخية تسمن will be made rich. أنت هتبقى غني بجد لو أنت سخي.
مع أن أغلب الأغنياء مش أسخياء، المقلوبة غلط، لكن الأسخياء أغنياء، بس أغنياء بالروح. فالسخاء هنا سخاء القلب والعقل، فتلاقي واحد بيدي بسخاء جدا هو ما عندوش حاجة. صدقوني بنروح الصعيد تلاقي أبونا الغلبان يا عين اللي في قرية يعمل لنا عزومة تكلفه نص مرتبه وهو عايش بالعافية، بس هو سخي، هو أكبر من أي مليونير في الدنيا، هو سخي عارف إن أبوه ربنا مش هيسيبه يحتاج وعايش بالإيمان ده. يا بختك أبونا، ما بتفكرش في القرش وما بتحسبوش لأنك بطبعك سخي تعمل كده مع القريب والغريب والضيف والفقير. والمروي هو أيضا يروى، يعني اللي بيسقي ده بيتسقي. تأكد وانت بترش مية انت بتشرب مية، مش ممكن واحد يكون بيسقي الزرع وهيطلع عطشان يعني. فطبيعة العطاء يسعد، ده التعبير اللي قاله المسيح، مغبوط ها هو العطاء. ويقال دي الجملة الوحيدة اللي قالها بولس نقلا عن المسيح نفسه، لأن الباقي كله نقله عن الرسل، لكن في أعمال 20 ده بولس اللي قالها: المتذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من لك. هدرس معاكم النص ده، ثلاث آيات من سفر الجامعة مليانين كده معاني جميلة عن العطاء. جامعة 11 من 1 ل 3: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثير، أعطي، يبقى نفس المعنى، ارمي أعطي، ها؟ أعطي نصيبا لسبعة والثمانية. طبعا لما يزود في العدد يعني نظام ما تعدش، ما تبقاش إيه آخري سبعة. فاكرين سؤال القديس بطرس أسامحه كم مرة؟ سبعة؟ قال له ما هتعد بقى، لا ما أقولش سبعة في 70. أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. سليمان بقى لما يروق يعني إيه هنفهمها واحدة واحدة، بس هو قال كلام سهل في الأول وبعدين إيه اداله مثل عاوز تفسير. يعني السحب لما تتقل قوي لازم تعمل ايه؟ تشتت بقى، طب لازم ينزل سيل. ولما شجرة بتقع وقعت يمين وقعت شمال، مطرح ما هتقع غالبا في حاجة كده في الزراعة، انه البذور لما بتقع في حتة بتطلع شجرة تاني مطرح او اكتر من شجرة من نفس النوع في المكان اللي ايه راس الشجرة وقعت فيه، فعمرها ما هتخسر حتى لو وقعت خالص طلعت شجر كتير بس بعد فترة. أولا كلمة أعطي دي بقى أصغر وصية في الكتاب، إدي إدي فول ستوب، خلي بالكم جيف في الإنجليش بعدها يعني علامة، جيف واتيفر، أعطي وخلاص. هتقول لي ما عنديش، ما عندكش دماغ، إدي دماغك، ما عندكش ودن، إدي ودنك، ما عندكش إيد سلم بحرارة، ما عندكش ابتسامة ابتسم، ما عندكش وقت، إدي وقت. مش ممكن تقول ما عنديش، جيب وخلاص. اي حاجة اي حاجة هتديها هتلاقي قدامها كتير قوي، بس يا ترى انت عندك الرغبة، عندك الميل، عندك الاشتياق؟ احنا بنتكلم في شهوة، شهوة العطاء لا غير خالص اوردر العطاء. انت ما زلت بتتحرك، ربنا قال لي ادي، فاهمين ازاي؟ لو ما كانش قال عشان خاطرك، عشان خاطرك، وتطلع العشرة جنيه وتفكها ترجعها تاني، كفاية خمسة. طيب ما انت ما عندك شهوة عطاء، انت بتنفذ وبتزق. أعطوا تعطوا كيلا، لما هو بقى يتكلم عن جزء بتاعه هو لا يتكلم بالتفصيل، هو بالنسبة لك هيقبل اي حاجة، الفلسين مقبولين، لكن من ناحية ربنا تعطوا كيلا جيدا ملبدا فائضا مهزوزا يعطون في احضانكم. يعني هتبقى مش ملحق على البركة، هتبقى شايل شيلة بركات مش عارف تشيلها ازاي لمجرد انك بتدي وخلاص، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون. بس خلي بالك بقى بطريقتك بيتعامل بطريقته، صحيح هو ايده اكبر بس انت اللي بتقول لربنا يعاملك ازاي. دي من اجمل افكار الكتاب،
ده انت تضحك عليه براحتك. تصور انت ربنا عاوزه يغرقك يا اخي، غرق اللي حواليك، عاوز يسامحك على كل البلاء، ما تسامح. عاوزك يكبرك قوي، ما تكبر الناس. عاوزك يحامي عنك انك عمرك ما غلط، ما تحامي عن الناس. بالكي انت اللي هتقول له يعاملك ازاي. عاوزه يعاملك بالوحده، ماشي، لو كنت قدها ماشي، عامل الناس بالوحده، وقف لهم على الغلطه بقى. هو لو وقف لك على الغلطه خلاص يا حبيبي كده مش هنشوفك تاني. طب انت ليه تعمل في روحك كده؟ بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. بدأ الكلام سليمان هنا، ارمي خبزك على وجه الماء. طبعا التعبير نفسه مليان مجاز. ليه؟ طب ده العيش هيتبل ويمكن يختص وممكن يبوظ يعني حتى لو انت مش مقتنع قوي، مجرد الحركة دي، الرامية دي، عشان ما يفضلش معاك، ما يفضلش تبعك، ما يفضلش انانيتك. صدقني لو ما راحش الايد واحد محتاج برضه هيرجع لك بالخير. الى هذه الدرجة المسيح شايف ان العطاء مردوده كبير قوي، بس احنا مش عارفين نفهم كده، او ايماننا ضعيف فمش عارفين نعيش بالطريقة دي. تجد بعد ايام كثيرة هيرجع لك بشكل غريب، ويرجع لك بقى ايه، اوف تعيش يعني، هيرجع لك مضاعف جدا. كنيسة من كنائس القرن الاول عاشت المعنى ده. كانت كنيسة فقيرة، سمعوا ان في مجاعة في اورشليم، فطلبوا من بولس يشاركوا في المجاعة. فبقوا يجوا كل حد قداس الحد يجمعوا، يعني يجمعوا زيت وسكر وبتاع على قدهم، ناس بسطة، بس هتتشال في المركب تروح اورشليم في المجاعة. فيقول عليهم بولس بتوع مقدونيا دول، اعطوا حسب الطاقة، انا اشهد وفوق الطاقة، beyond their ability، فوق طاقتهم. يعني تصور ممكن واحد يعمل رجيم مخصوص ويأكل طاقة واحدة عشان الباقي يحوشه للناس دول. ده بقى عطاء عن شهوة، فاهمين الفكرة؟ ده مش عطاء عادي، ده واحد بيعمل حاجة فوق الطاقة. يعني كل ثلاث طاقات والباقي يروح لغيرك، لا كتير ثلاث طاقات. ابتدى يفكروا كده. وبعدين الجميل ايه؟ من تلقى انفسهم. ليه؟ مزاج، بقت اشتياقات، بقت شهوات، بقى حب. مش بولس اللي امر جميع الكنائس ان يجمع فلوس. على فكرة تجميع الفلوس في الميكروفون ده على فكرة مش صح، مش احسن حاجة في رأيي، اضعفت الكنيسة كتير. الشعب القبطي كان طول عمره غير كده، محدش يكلمه في فلوس، لا انت حر، عاوز السماء وعاوز الخير هات، مش عاوز ما تجيبش، انت الخسران. الكنيسة شبعانة، عمر ما الام تقول لعيالها اكلوني ابدا، عمر ما الام تمد ايديها لعيالها ابدا، لا، الام تفضل ام لو جاعت، مش كده؟ طب ما الكنيسة ام، فعش تقول لعيالها هاتوا، الطريقة دي مش صح. انما لو الكنيسة مغرقة عيالها تعليم، هيرموا الفلوس تحت رجلين الرسل زي زمان، والرسل ولا بصين للفلوس. بطرس ما زعلش من حنانيا كمنه مخنصر في الفلوس، ده قال له مش كانت فلوسك جبتها ليه؟ يعني مش فارق معاك خالص اللي جابه حنانيا، بس فارق معاه ليه تضحك على ربنا، ليه تكذب، ليه ترائي، ليه يا ابني، ده احنا عايشين في خير ربنا. ولو قلت انا مش قد العطاء بالدرجة دي وماله يا ابني ابننا، وماله كلنا تحت الآلام، نكبر بكرة نتحسن. يقول ليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب. بصوا بقى شهوة العطاء توصل لإيه. يا رب أنا كلي ليك، أنا عاوز أديك عمري، عاوز أديك وقتي، عاوز أديك صحتي، تقبلني، خدني كلي على بعضي، فلوسي ده إيه، فلوسي دي رخيصة قوي، وإمكانيات البيت ده إيه، ما كله منك، لا أنا عاوزك تاخدني أنا، تقبلني أنا. أعطوا أنفسهم أولا للرب. يبقى السخاء في العطاء اللي طلع من ناس غلابة ده ورا منه شهوة عطاء كامل. الناس دول عاشوا تكريس من غير جلاليب، من غير يعني شكل، لكن كلهم أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. يعني بس يعرفوا أن بولس مشغول بمجاعة أورشليم، ممكن تاخد مننا ويجيبوا كل اللي عندهم في بيوتهم. ما وراء العطاء؟
بصوا بقى، وراء العطاء سلسلة فضائل. شهوة العطاء دي عشان تتملك من شخص هي ما جاتش في يوم وليلة على فكرة. أولا قد تبدأ بتغصب، كلنا في مرحلة التغصب، إنك تلتزم إنك تطلع من بكور والعشور وتبقى ظروفك قاسية، لكن تقول لا حق الغلابة، لا دي اسمها جهاد. مرحلة الجهاد إنك أنت بتزق نفسك زق، لأن عارف إن ربنا هيرد وهيرد كتير. لكن بعد شوية بيبقى في إيمان، ثقة إنه لأ أنا متأكد إن ربنا ما بيخلفش وعده، مش هيسيبني وهيعوض بزيادة. يجي مع الإيمان سلام. اللي عنده سلام بتاعت امبارح، شهوة السلام، مش خايف من بكر، مش قلقان على الخمس خبزات، مش بيحسب بالأرقام، لا ده عنده سلام، ده رايق، خدوا اللي عاوزينه تاخدوه خدوه. كل دي حاجات لازم تتوفر عشان يطلع منها العطاء بسخاء. وده اللي بيخلينا بصوا بقى للليستة، تعرفوا احنا ليه مش أسخياء في العطاء. كمان ما وراء العطاء حب، انت بتحب بجد الناس، الفقير بالنسبة لك محبوب، المحتاج ده بالنسبة لك شخص غالي قوي، زي ابنك بالظبط وزي اخوك، فانت مش بتديله لان الوصية بتقول كده، انت حبه. ما وراء العطاء رجاء، رجاء انك هتسمع صوت في اخر الايام من المسيح نفسه ويقول لك بلسانه: كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، وانت خدمتني. قدام بقى الملائكة والبشر فعندك رجاء، فانت بتبقى يعني عاوز تعمل كل حاجة عشان الحتة دي. عندك فرح لان المعطي المسرور، وانت بتدي انت فرحان انك بتدي. زي واحد يقول احلى حاجة في حياتي الخدمة، في اي حاجة تاني ليها طعم زي الخدمة، لان الخدمة عطاء، فتبقى فرحان. اللي عنده الحاجات دي يعرف يخدم بقى ايه، بشهوة عطاء، بيبقى عايش يشتهي طول اليوم وطول الوقت يخدم ويدي اللي حواليه اي حاجة. صور العطاء، العطاء ملوش صورة واحدة. ابسط صورة للعطاء الكلمة الحلو، واحنا بخل على فكرة في الكلمة الحلو، بخل. كم واحد فيكم في العشاء قال للجماعة اللي بيشتغلوا تحت كلمة كويسة؟ غالبا قلتوا تعليقات من التانية دي اللي مش فيش ده يعني. كم واحد بيقول أي تعليق إيجابي لأي شخص؟ طب ما ده عطاء يا جماعة، عطاء طبعا، الكلمة عطاء. في ناس كتيرة بيفرق معاها قوي الكلمة أكتر من الفلوس، بس احنا بخلة، بخلة في كل حاجة بما فيها الكلام. من صور العطاء اللمسة، اللمسة النقية طبعا بكل أشكالها بقى، الشيك هاند، الطبطبة على شخص محتاج أو طفل، الحضن الدافئ لشخص غايب عنك، اللمسات دي عطاء. السؤال على شخص، السؤال ده عطاء، ما انت كلفت خطرك وسألت، اهتميت، سمعت أخبار شخص، أبديت اهتمامك. الاهتمام نفسه الكيرنج ده عطاء، انك مهتم تطمن تساعد، الاهتمام عطاء. الفلوس عطاء طبعا، اكيد الفلوس دي عطاء، الفلوس والماديات عموما، او الايه، مش لازم فلوس يعني، العينيات يعني. الوقت عطاء، الوقت عطاء غالي جدا دلوقتي، لان كل مادة الدنيا بتجري بسرعة، فاصبحت الساعة غالية. الساعة دلوقتي بيحسبوها في الأعمال، ساعتك بكام؟ بس كده؟ فأصبحت الساعة ساعات تبقى أغلى من الفلوس. طب العطاء بالساعات؟ بقول لواحد مرة كبير إيه؟ ما تقرب خدمتك شوية بدل ما تسافر آخر الصعيد والموجود عليك وبتاع. قال لي لا، واخسر ال10 ساعات. فهمتش، 10 ساعات أنت بتخدم في القطر؟ يعني قال لي لا، ما هي كل ساعة عند ربنا محسوبة طبعا. فعجبني إيمانه، عجبني إيمانه، لا المشوار لما يطول يبقى أنا بتعب أكتر، فطبعا ناصح يعني كويس، هو ببساطة واخدها كده، وأكيد دي مظبوطة يعني. العطاء، الهدية عطاء، إنك تتفنن تجيب هدية لشخص، وقد تكون مش غالية، بس أنت بتسعد شخص، طفل صغير، شريك حياة، صديق عمر، أب وأم. العطاء ابتسامة، مجرد الضحك او الاستقبال الحلو والترحيب بالناس،
إذن عندنا صور كتيرة قوي، إحنا مش بنتكلم نبني للناس بيوت يعني، مش هي دي القضية. العطاء أسهل من كده كتير. بس صور واحد ما بيطلعش بره دول، يا بخته، مغبوط يعني، مقضي يوم سعيد جدا، لأنه ما فيش حاجة شغلة غير دول. ما يفكرش هياكل إمتى، ولا هيكسب قد إيه، ولا مشكلته هتخلص إمتى، هو مشغول بده. دي شهوة العطاء، إنه عاوز واحدة من دول تشتغل في أي لحظة، فيبقى 24 ساعة بيعمل حاجة من دول. بصوا الآية اتقالت إزاي بقى. أعطي نصيبا لسبعة. إيه حكاية نصيبا لسبعة دي؟ وهو بيتكلم عن ارمي خبزك، قال أعطي نصيب لسبعة. أول فكرة لسبعة إنه رقم كامل. يعني إيه؟ أنت ساعات لما تدي واحد واثنين وثلاثة تبتدي تقلق، وبعدين بقى سبعة يعني هات آخر. وسبعة كمان معناه اعطي طول أيام عمرك، ما الأسبوع سبعات، ما تقولش خدمتي يوم سبت والحد يعني ملوش دعوة نصيب. ما تدي نصيب للحد تتعب لك نص ساعة حتى، والاثنين يعني طب اعمل رسالة بالتليفون يمكن تبقى لك نصيب في الاثنين، اتحسب خدمة برضو. أعطي نصيبا لسبعة يعني ما تسيبش يوم من أيام أسبوعك تبقى ما فيهاش خدمة بالطريقة السهلة اللي فاتت دي. لا تكتفي بالعطاء، خليك مشبع. يعني إيه؟ بصوا، أكل الجميع وشبعوا، بالرغم إن المسيح ما كانش معاه إمكانيات، ما سابش واحد يروح جعان، كل الناس كلت وشبعت. فخليك وإنت بتدي غطي احتياج اللي قصادك، غطي احتياجه النفسي، غطي احتياج جوعه. ما تدوش فتات، لأن ربنا مش بيدينا فتات. لما الكنعانية قالت له الفتات من مائدة الأرباب، قال لها ليكن لك ما تريدين. فتات ده ايه؟ احنا مش بتوع فتات، انت تقولي فتات انا اديك كل اللي نفسك فيه. يبقى نصيب لسبعة يعني اعطي في كل المجالات وبكل الأشكال. لازم تتقن كل مجالات وأشكال العطاء. ما تقولش انا اخري شوية فلوس، لا. ليه يعني؟ ليه ما تسمع للتعبان شوية، ما تبتسم، ما تعود نفسك تقول كلمة كويسة، ما تقولش أنا آخري حاجة محددة. وبعدين يقول إيه؟ أعطي نصيبا لسبعة ولتمانية أيضا. عدي حتى أي حد، أي حاجة، أي رقم، عدي المتوقع اللي هي فكرة فوق الطاقة. فاكرين لما قالها على الجماعة دول؟ قال أعطوا حسب الطاقة، دي سبعة، وفوق الطاقة أنا أشهد، اللي هي فكرة الميل الثاني، بتعمل حاجة unexpected unusual، فوق المتوقع، فوق المعتاد. لا ده كتير بقى، لا ده احنا يعني وماله، ما انت الكسبان على فكر، ما انت الكسبان لو انت فاهمها. لو هي شهوة عطاء هتبقى عاوز تسعد اللي قصادك بزيادة، ما ربنا بيديك بزيادة ويسعدك بزيادة. فكرة انك تروح لإنسان وتديله وقت وفي معاد يعني متأخر عليك أنت، يعني وقت صعب، وقت ثمين، بس مديله من الوقت الثمين ده. أو شخص متأخر يعني راح لشخص بعيد قوي، مكروه قوي، محدش طايقه، أو ده تمانية، ده زكة، ده اللي هو محدش طايقه، ده اللي مشطوب عليه من كل البشر. أعطي نصيبا لسبعة والتمانية، وزكة يعني ملوش نصيب، بس ما حدش طايقه، ده إنسان وحش، معلش السامرية وزكا والناس دول، ده رقم تمانية، ده اللي بره الحزب أساسا. الطلب المتأخر اللي هو جاي لك بعد ما تكون تعبت، واللي خلصنا، لا ما خلصناش، نفتح تاني، نفتح تاني وندي تاني برضو. يبقى السخاء في العطاء أو شهوة العطاء تخليك أعطي نصيبا لسبعة والتمانية. في كل يوم هتلاقي أبو تمانية ده، اللي هو إيه؟ التزمت وعملت خير، وبعدين جاي لك واحد بعد الخير بشوي، مستفز مثلا، طلباته كتير، جبت اخرك، انت تعبت خالص، ابو تمانية ده بالسبعة اللي فاتوا، خليك ناصح. ده بقى في البورصة بتاعت السماء ده سعره مختلف، فما تضيعوش من ايدك، لان ده بقى شغل السامري الصالح. مثلا الذين من خارج، يعني تبقى بتخدم مسيحيين كتير، عارف بقى اللي مش مسيحي بالذات، لا ده انا بتاع تمانية، ده نمره عالية قوي، لانه ده مش متوقع منك، وتعبك في وقت قبل كده ايا كان، بس ده من اللي بعد السبعة.
8 دايما عندنا يفكرنا بيوم الحد. يوم الحد اصله يوم الكرم الالهي. يوم الحد ترتيبه في الايام 8، انتوا عارفين ترتيب الكتاب المقدس من السبت للسبت، وكلمة سبت يعني سبع او راحة، بس السبت هو السابع، استراح الرب في اليوم السابع اللي هو سبث. سبث اللي هي السابع، السبت. فيبقى الحد ايه؟ يا تقول يا واحد يا 8. الكنيسة بتعامله كتمانية ليه؟ لأنه معتقد أنه عدى الأيام كلها. فيوم الحد بالنسبة لك هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، ده اليوم اللي انت اكتشفت ياه السماء كلها ليا، روحك يسكن فيا. لا لا ده انت مغرقني بقى أبو تمانية ده. فاللي ضايق الحد يشتغل على أبو تمانية، انت مستطعم الحد، ضايق الكرم الإلهي، يعني انت ما انتش ربنا بيديك حتة كده على قد صلاتك يعني، لا خالص، ده مديك من غير صلاة وبزيادة قوي. فاللي ضايق يوم الحد يعرف يعني ايه أعطي نصيبا لسبعة والتمانية كمان. نختم الجزء الآية الأخيرة بقى. كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. يعني إيه لست تعلم؟ هو بيقول ارمي خبزك على وجه المياه وأنت لست تعلم. لست تعلم يعني إيه؟ هيتردلك إزاي؟ دي ما حدش بيعرف، بس هتتردلك. ربنا ما يباتش مديون، هتتردلك على الأرض وفي السماء وهتشوف. بس لست تعلم كيف يردها الله. يعني في قصة طوبيا، الراجل طوبيا ده كانت خدمته غريبة جدا، يا عيني عايشين في مزبيين وبلادهم صعبة واليهود مضطهدين، فكل ما يموتوا واحد يترمي في الشوارع، يقوم هو يتسحب وياخده ويغطيه ويخزنه لغاية ما يجي الليل عشان يدفنه، لأنه كان ممنوع دفن اليهودي. كانت خدمته وكلهم ناس غلابة لأنه مزبيين، وكان بيعمل كده وربنا عمال يحسب عليه التعب، وكان يا عيني يقعد صايم قبل ما يدفن الميت لأنه عمال يصرخ يا رب كفاية كفاية الظلم اللي احنا فيه، كفاية الذل ده، تعبنا. طوبيت الكبير ده لما قعد يخدم الموتى اللي هم أصلهم فقراء وبس بيكفنهم ويدفنهم، ودي خدمته، لست تعلم يا طوبيت ربنا محضر لك ايه؟ نزل رئيس ملايكة مفرح القلوب عشان يجوزوا ابنه ويرجع له عينيه ويرجع له الدين اللي كان فلوسه راحت عليه، ويديله العمر الطويل بنعمة من ربنا، يشوف رابع وخامس جيل. ايه ده؟ لست تعلم يا طبيط وانت فاكر اللي انت بتعمله قليل؟ في منظور الناس انت مغفل، انت مجنون، هيمسكوك امن دولة. لست تعلم، لست تعلم، لا ما تقعدش تحسبها بدماغك ولا بدماغ الناس. اعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. تصور ان الصدقة ليها دور في النقاوة. مش انت مبارح اتفقنا عندنا شهوة نقاوة، نفسنا كلنا قلبنا ينضف وعقلنا ينضف ونبقى بنحب ربنا والناس كده من غير لخبطة، نشوفش عيوب حد، كلنا نشتهي القلب النقي. طب عشان توصل للقلب النقي زود في العطاء شوي، لان العطاء بسخاء يوصل للنقاوة الواحد. اعطوا هو ذا كل شيء. بصراحة لست تعلم ايه علاقة ده، عمري ما فهمتها، يعني ايه واحد يدي كتير للناس قلبه ينضف؟ قلبه ينضف ده شغل ربنا. ما هو ربنا لست تعلم بيعمل جواك ايه بقى قصاد اللي انت بتعمله للناس ده، هو بقى عمال يشتغل جوه ويعمل حاجات ما تقدرش تعملها انت مع نفسك. لست تعلم كيف يقف معاك في يوم الشر. كلكم عارفين الوعد الجميل، طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر. أنت لست تعلم متى يأتي يوم الشر وكيف يأتي، ولا تعلم كيف يقف معك الله في يوم الشر وينجيك إكراما للمسكين اللي خدمته. لازم الوعد ده قائم. من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. أنت مسلف ربنا، فربنا ما يقف يعني، لازم يقف في زنقتك. إذا امتلأت السحب مطرا طريقه على الأرض. المثل الجميل اللي قاله سليمان مرتبط بفكرة العطاء وارمي خبزك. وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون.
يعني ايه بقى السحابة؟ في نوع من السحاب خفيف كده ايه ورايق، ده ما يمطرش، وفي سحاب غامق مغيم. ها المغيم ده، ده هيمطر. ليه؟ ده مليان قوي، مليان مية، بخار مية يعني، بس سحابة دسمة يعني، فتتوقع على طول انها مش هتقدر تستحمل ده كله، هتخر بعد شوي. انت انهي نوع من السحابة؟ ساعات تكون سحابتك كده ايه يعني، عاوز اقول ايه، رفيعة زيادة يعني، رقيقة كده، فمش محسوبة سحابة، مش متشافة سحابة اساسا. فانت طبعا هتمطر ايه، هتعمل كوباية مية لو مطرت. لكن في واحد سحابته مليانة، ده معناه الامتلاء الروحي. لما تملى صلاة، تملى انجيل، تملى حب لربنا وللناس، هتغرق الدنيا، هتنزل بسيل على الناس، لانك انت مليان. فهمتوا المعنى؟ اذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الارض، ملهاش حل. فاذا المطر ده بيجي طبيعي من اي واحد مليان روحيا، طبيعي بيحب الناس من غير ما يفكر حتى، هتلاقيه عاوز يطلع اللي في جيبه ويطلع اي حاجة عنده يديها للناس اللي حواليه. اذا الكتاب بيقول امتلئوا بالروح، خليكوا سحابة تمطر، خلي مطركوا يشبع الناس، لانه ربنا مدينا كتير. بطريقة تانية هو ده الكفاف، بتوع اللي يفهموا في السحاب والحاجات دي يقولك في لحظة معينة السحابة ما تستحملش اكتر من كده، تبتدي تنزل، اللي هي بقى سماها القديس بولس اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، كل حين نعمل ايه، نمطر بقى، نمطر نزدادة في كل عمل صالح. خايف اسألكوا سؤال احسن تزعلوا مني، كم واحد فيكم عنده الكفاف في كل شيء؟ تقريبا كلنا. لا استنوا بقى، انا قاصد، هو انت تلاجتك فيها اكل؟ اه طبعا. عربيتك فيها بنزين؟ عيالك لابسين؟ عندك بطانية في البيت؟ عندك سرير؟ يعني عندك الكفاف في كل شيء. انا مش بسأل على البنك، انا بكلمك باللي قصده بولس. المفروض على قد الكفاف تشتغل مطرة. فهمتوا الفضايح؟ ده احنا عاملين مشروع مسربين مية السحابة على البحر، لكن مش بنمطر. يعني ايه؟ يعني اقل من كده كتير قوي، وكان مفروض نعيش ندي بس، اقل من اللي احنا فيه بكتير، وكان مفروض موقفنا في العالم نمطر طول الوقت. لو عندنا الكفاف في كل شيء كل حين، احنا عندنا اكتر من الكفاف بكتير، بس عمالين نخزن ما بنمطرش. ليه؟ عدم ايمان، عدم محبة، عدم جهاد، كل العدم بقى الحاجات اللي فاتت. نزداد، ده الكنيسة حطها لنا كل يوم، دي حطها لنا، تاخدوا بالكم من شقاوة الكنيسة، سطارة الكنيسة، بعد ما قالت قبلها بسطرين اليتيم والغريب والضيف والأرمل، حسوا بقى يعني، فاهمين؟ يكون لك الكفاف، ها؟ اختشي يعني، في يتيم وفي غريب وفي ضيف وفي أرملة، وفي كفاف، فهم بقى؟ نزداد في كل عمل صالح. احنا ولا كأننا بنسمع، عادي أبونا بيقول، احنا مالنا، خليه يقول. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة كي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. هو ما قالش تزدادون في الفلوس، ما هو العمل الصالح عطاء. زود خدمتك، زود عشورك، زود وقتك، زود حبك، زود ابتسامتك، زود تشجيعك، زود، انت هتفضل على المستوى اللي ابتديت بيه طول العمر. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. إحنا علينا دين تجاه بعض، نحب بعض، ده غصب عننا. أنت مش بتعمل حاجة زيادة لما بتحب الناس. إن أحب أحد غيره قد أكمل الناموس. نختم بقى حكاية الشجرة. إذا وقعت الشجرة، خلصنا، إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال،
ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. ببساطة معناها ايه؟ شوف بقى، يبعتوك الصعيد، يبعتوك بحري، يبعتوك افريقيا، تقعد في العشوائيات، هو نفس الشخص اللي هو ايه، بيدي وخلاص. ما بنختارش المكان، ما بنختارش الشخص اللي يعجبنا عشان نديله، ما بنختارش الوقت المناسب اللي ينفع نبتسم في وش الناس. حيث تكون الشجرة، يعني ايه؟ جنوب شمال، لما الشجرة تقع في الموضع اللي وقعت فيه، يا بخت اللي حواليه بيه، انت يا بخت اللي حواليك بيك. في اي مكان، بيتك شبعان عطاء، جيرانك شبعانين عطاء، الشارع بتاعك شبعان عطاء، شغلك شبعان عطاء، حيث تقع الشجرة. فاذا كنت انت لازق لربنا، انت هتبقى حر في كل مكان هتعمل الحكاية دي. موضوع الشجرة ده كل يوم بنقوله على الصبح، يقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتسر. كل ما يصنع ده الخادم اللي مليان عطاء، ده اللي عنده شهوة عطاء. الموضوع مش مهم بيعمل ايه، واي حاجة هيعملها تمشي، لانه هو عايش يدي، يدي حب ويدي اهتمام ويدي ابتسامات ويدي مغروسين في بيت الرب. زي ما قلنا السحابة تبقى مليانة، بنقول الشجرة تبقى ايه، مغروسة. العطاء يطلع من سحابة مليانة ومن شجرة مغروسة، ده اللي يقعد يدي من غير ما يحسب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.